اسلم الميج. مرحبا. دقيقة. الآن معنا الكباتن الخبراء سعيد أو سعيد الخليفي وصالح البلوي. حياك الله سعيد. الله يبقيك ويرعى قدرتك. أنت محلل؟ لبيه. أنت محلل كذا؟ إيه. كأنك في الصياحة هذا أخوك. طيب كيف شفت كيف شفت فقرة المعكوس لليوم؟ فقرة اليوم نفسية والله. لا خلنا نفسيتك مضروبة أنت؟ اليوم نفسية صفر. فقرة المعكوس. فقرة والله يطول عمرك. كيف شفتها؟ يعني ما أحس عادي. يعني ملينا من الفقرات دي، نبي فقرة جديدة. عجبتك ولا ما عجبتك؟ لا. طيب ليه أنا شفتك يعني تقول ما عجبتك؟ قول ما عجبته. وأنا شفتك قالب ثوبك تمشي على ورا و... يعني يعني كأنك مبسوط أنت تسويها. والله بغير جو الجمهور أول شيء أسعدهم قبل ما أسعد نفسي. ثانيا كله عشان أخذ نقاط بعد. عشان نقاط. إيه والله. يعني سعيد تقول إنها ما عجبتني ولكن عشان الجمهور ونغير جو يعني فرضت والله. علي. نباهم يستانسون. تباهم يستانسون. يالله. تفضل صالح. كيف شفت فقرة المعكوس؟ شوف يا طويل عمر السلامة. تفضل. بس. تحترم ما تضربني؟ ايش فيك انت معصب؟ ترى الموضوع حاد. طيب. جدية بالجدية. فقرة المعكوس نفس السؤال اللي سواها بعد المغرب. شوف يا طويل عمر السلامة الفقرة للأمانة كانت بدايتها ضحك وناسة وانبسطنا فيها شوي. لكن وش المشكلة؟ المشكلة انهم مددوها. كانت أول شيء انها ربع ساعة مثل ما تكلمت أول. كانت هي هنا ربع ساعة إلى ثلث ساعة لكن اكتشفنا إن شوي لنا مددينها من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وانت مشي بالمعكوس. حنا أوكي حنا ناس نحتاج النقاط ونحتاج يا طويل عمر السلام أن يكون دقيقة بس معليش نحصل على 100 نقطة بس مو بالدرجة هل أنا عجبتك ولا مسويها عشان النقاط؟ والله شوف أنا مسوي أول شيء بدايتها عجبتني بس فلوها لكنهم طولوها الصدق بس كده مع الوقت ولا عادي تمشي معكوس ايوه بس يعني ربي معطيك وجه تمشي كده تروح تمشي على المعكوس مبسوط تلبس ثوبك معكوس 10 دقائق وناس ضحك كذا الجمهور ينبسطون وكذا لكن انك تخليها لي ينبسط على المغرب صارت هذا ما منطق ابدا ما منطق عكست ثوبي وانخنقت والله يعني انتم الحين صالح وسعيد وانا معهم بعد يعني الفقرات كثير ربي ما لقوا غير الفقره دي ربي مخلينا نمشي سيده يخلونا نعكس ليش صدق ليه يعني خلصت الفقرات خلص وين وين نبغاهم فقره النقد بكره ولا بعده نبغى الفقره دي جيبوا لنا فقره النقد المعكوس يعني كان احنا داخل اشهار ما هو ما هو بالجنة يعني صراحه وشوفوا ترانا مجبورين زي ما قال سعيد الناس نبغى نقاط اي والله نبي نقاط ونبي نفرح الجمهور نخلي الجمهور يستانس انا قاعد امشي على الورق تخيل نطحت واقول لك عاكس ثوبي والله منخنق النظاره والله نظاره منه شايف العيال مجانين ذولي مو ب العيال ما تفاهم عليهم اصلا العيال قاموا يعكسون الكلام ما احنا فاهمين عليهم وجيههم قدام كيف العكسين والله الله يعطيكم العافيه الله يعطيكم العافيه اللي حط الفقره هذه انت او اللي عاكس يا رجال عكست زبنت هناك ما ادري زبنت هناك وش اللي هناك المطبخ لكن الفقره ذي ما احنا مسويينها مره ثانيه لو جابوها والله ما انا مسويها النقاط طيب ممكن خصمين عليها دقيقه نشوف اللي بعدنا انا اول مره اصير مقدم طيب الآن ننتقل إلى محمد مفرح المراسل يعطيكم العافية يا شباب المايك عندك يا محمد مفرح يعطيكم العافية الله كنا استانس معي صح شكرا أخوي معجب القحطاني